صباح الخير. انا اسمي دكتور محمد علي عبد القادر، بروفيسور اوف اوبستريك اند نيورولوجي، استاذ نساء ولاده في القصر العيني، ورئيس الجمعيه المصريه للالترا ساوند في مجال النساء والولاده. احنا الجمعيه بتشتغل ايديوكيشنال، وهدفنا تعليمي، نعلم الدكاتره ازاي يجيدوا الالترا ساوند، ازاي يعرفوا يعملوا سونار، وازاي ياخدوا السكيلز بتاعت الالترا ساوند، لان احنا لاحظنا ان عدد كبير من الدكاتره ما بيعرفوش يكون عندهم السيرجيكال المانيوال هاند كرافت بتاعت السونار. وبالتالي مهمتنا تعليميه من الدرجه الاولى، بجانب انها مهمه تثقيفيه علشان نقدر ننشر الوعي الطبي بالنسبه للكونسلنج بتاع الام والجنين.